السلام عليكم بنات مصر الوطن العربي، معكم محمد سهر نكاوي من قناه مفيد. والنهارده في حلقتنا هعرض عليكم مجموعه تمارين سوبر وكباره جدا لحرقتون الارتاب والفختين. من قبل ما نعمل مع بعض التمرين الاول او كمان من قبل ما نعمل مع بعض الاربع تمارين، عايز اقول لكم ان الاربع تمارين كل تمرين فيهم هتعملوه 3 جولات في نص دقيقه، وهتعملوا التمرين دي 4 أو 5 أيام في الاسبوع مرتين في اليوم، يعني مره الصبح مره بالليل. ولو عايزين تعرفوا معلومات نصايح اكلات تعليمات تساعد بجانب التمارين، ان شاء الله على انكم توصلوا للهدف بتاعكم في خلال 7 أيام أو 10 أيام أو 15 يوم. افتحوا الديسكريبشن او الوصف تحت الفيديو هتلاقوني كاتب وشارح كل حاجه بالتفصيل الممل. حلو قوي. فانا بنصحكم انكم تبقوا متفرغين تماما تماما، عشان دلوقتي حالا حالا هنتمرن مع بعض. يلا بينا. Thank you.
وبكده بقى احنا خلصنا حلقتنا. سامحنا تعبتين دايما. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار ارد عليه في الكومنت تحت، وان شاء الله هجاوب عليكم بقرب وقت. او تقدروا تتواصلوا معايا على الفيسبوك او انستجرام، وان شاء الله مش هتاخر عليكم. ما تنسوش انكم تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهات جديده اللي بتنزل على قناتي واللي بنزلها كمان كل يوم. وبرده بنفس الوقت ما تنسوش انكم تتفرجوا على كل الفيديوهات اللي فاتت عشان تستفيدوا منها. بيس.